بين النور والظلام مواجهة شرسة، وبين أتباع هالمواجهة تتجسد الحضارات. هون بجنوب إسرائيل اللي بيشهد دايماً محاولات ظلامية إرهابية هدفها التدمير من خلال صواريخ عبثية ما قدرت تحقق 1% من أهدافها، ولأنه شعب إسرائيل إرادته أقوى من ظلامية الإرهاب، ولأنه طواق دايماً للحياة، صنع من أدوات الظلام شمعدان النور. هاي هي حضارتنا، ثقافتنا اللي تعلو على ثقافة الموت والظلام. كل عام وشعب إسرائيل بألف خير. تحيا إسرائيل.